مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. فيديو اليوم حبيت إني ألفت انتباهكم لجانب معين، واللي هو الدورات التدريبية اللي انتشرت على السوشيال ميديا، على الواتس أب بالذات. في كثير الآن دورات تدريبية على الواتس أب، ولكن السؤال اللي بطرحه، هل كل الأشخاص اللي بيعملوا دورات تدريبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات الواتس أب، هل هم أشخاص فعلا مدربين، فعلا أشخاص أكفاء، فعلا أشخاص دارسين لهذا المجال اللي هم بيدربوا فيه؟ فخلوني أقول لكم إياها بصراحة، من اللي لاحظته لا، مش مدربين، وهم مجرد أشخاص قرأوا شوية أشياء أو قرأوا شوية مواضيع هم كانوا بيهتموا فيها عبر مواقع التواصل، وسموا نفسهم مدربين، حسوا حالهم إنهم بيقدروا يتكلموا في هذا المجال، فقالوا يلا ليش، يلا هي ضربة حظ وكذا، ويلا نجرب حالنا ونعمل دورة تدريبية. طيب أنا راح أقول لكم إيش اللي أنا لاحظته. أنا قبل فترة كنت في دورة تدريبية، بس كانت على الواقع. هي كانت في البداية تقريبا في على الإنترنت، وبعدين توقع بعدين صارت حضور. المهم، هذه الدورة التدريبية كانت لأحد الميك اب ارتست اللي معروفين في مجال تدريب التجميل. كانت المدربة اللي بتدرب في هذه الدورة هتحسوها انه عندها المعلومات جدا قليلة، يعني لما بسألها كانت بتجاوب على اشياء انه بحسب هي فكرها فين، يعني ما بيهمها. كانت الدورة عن البشرة، العناية بالبشرة وكيف تنظيف البشرة، وايضا المكياج، انواع المكياج اللي هو سموكي والعادي والعرائسي. اللي لاحظت فيها انه هي ما عندها معلومات كافية، او بمعنى اصح معلوماتها في اطار معين، فلما بكون بسألها او اي حد بيسألها من الحضور، فكانت ما بتجاوب الاجوبة اللي انا بعرفها اوريدي من اللي بقرأ عنها واللي بعرفها من الدكاترة، سواء دكاترة على الانترنت او دكاترة على الواقع. لأنه لما بروح عند دكتور التجميل بتعطيني معلومات، فهذه المعلومات طبعا أنا بستفيد منها، فلما بشوف الدكتورة المتخصصة اللي ضيعت عمرها كله وهي بتدرس في مجال التجميل وفي مجال الطب، فبتجي واحدة مدربة بتعكس هذا الكلام كله وتقول لا هذا كذب وهذا كذا. فهذا الشيء اللي لاحظته، انه هم بيبنوا الدورات التدريبية على الخبرة اللحظية. انا بعرف اتكلم قدام مجموعة من الناس، انا بعرف اعمل مكياج، خلص يبقى انا اروح ادرب الناس وانقل لهم علمي. اوكي، هذا شيء كويس، مش شيء مش كويس، ولكن لما تنقلوها كونوا اكثر خبرة واكثر تمكنا. اذا انت بتفهم مثلا في المكياج، خليكي على مجال المكياج، ما تتدخلي في 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 العناية بالبشرة، لانه المكياج يختلف عن العناية بالبشرة. صح، هم متصلين ببعض اثنيناتهم، اذا ما كانت البشرة محضرة صح ما راح يكون المكياج حلو، انه ما كانت البشرة معتنين فيها صح، ولكن لازم تكوني ملمة بهذا الموضوع، وليس كل من شافت نفسها بتعرف تمسك ريشة المكياج راحت بتتفلسف في البشرة بكلها. هذا الجانب. كمان في هذه الدورة، كان في نهاية الدورة، طبعا أنا كنت بسألها في أسئلة كانت ما بتجاوبني بالإجابات اللي بتجاوبني فيها دكتورة الجلدية البشرة اللي بروح عندها. أوكي مشيناها عادي، يلا كل واحد ومعلوماته. كانت لدرجة أنه بتقولي لا هذه معلوماتك غلط، هذه مش عارفة إيش يعني كانت. ولما بجي بصحح لها معلومة، طبعا بصحح لها ذوقيا، يعني مش انه بقول لا يا دكتور انت يا استاذه انت غلط، لا لا لا، ذوقيا بصحح لها بطريقه غير مباشره، فكانت بتعصب ليش انا هنا الكوين. المهم انا اتدخلش بشغله حد. المهم، ففي اخر يوم في الدوره كان المفروض كلنا نروح للمحل اللي هو الراعي الرسمي لهذه الدوره، لانه كل الدورات لازمها راعي رسمي، واللي هو المحل هو اللي بيمول الدوره وهو اللي بيوجد مكان تقريبا او شيء في حاجه في عالم الماركتينج. المهم صاحب المحل هذا هو اللي مسيطر، طبعا هو مش هو المسيطر، يعني هو اللي ماسك السوق، فهم اي وحده ميك اب ارتست لازم هي تروح عنده اولا، فهو اللي بيجيب الميك اب ارتست وهو اللي
بيرشح مين هي اللي تدرب البنات. المهم أخذونا لهذا المحل. بعدين رحت سألتها، قلت لها خلاص أوكي، إيش أفضل نوع من الماسكات اللي ممكن أستخدمها لبشرتي تخلي في البشرة رونق ولون حلو، يعني رونقها كذا حلو، تعرف هذه البشرات اللي تلمع كذا حلوة، صحية كذا تكون ورونقها حلو. قلت لي خلاص امسك خذي هذا الكريم الماسك، هذا من أفضل الماسكات، هذا لا يمكن ينقطع عندي، يعني عندي من البيت. فقلت لها خلاص أوكي، أخذتها وما قريت بعدها. هذا كان غلط، أني ما قريت لأنه كان زحمة كثير، كان يعني كان ذاك اليوم زحمة كثير كثير في المحل، والمحل صغير، فما قدرت حتى أني قريت، أخذتها ويلا مشيت. فبعدين اللي صار، جيت للبيت رحت حطيت الماسك في وجهي، عينكم ما تشوف إلا النور، أولا بشرتي تحسست منه، ثانيا كل حبوب طلع، يعني بشرتي كلها ما فيهاش حبوب الحمد لله، قول ما شاء الله ما فيهاش حبوب، ولكن كلها حببت لدرجة أنا خفت وصارت تحكني على طول، يعني خمس دقائق ما خليتها وعلى طول بشرتي تحسست. المهم غسلتها رحت أقرأ إيش هذا الماسك، فطلع إنه الماسك خاص بسكراب للجسم، ليس ماسك ولنما سكراب للجسم، راح أرويكم إياه. أنا هنا انصدمت، سكراب للجسم وتقولي لي لوجهي، لأنه شفت ملمسه كان شوية خشن ما كانش ناعم، فطلع سكراب للجسم. فهذا أول غلط إنه أنا ما قريت من بعدها، وكمان كانت طول الدورة بتركز على نقطة واللي هي إنه المزيل المكياج نفسه هو التونر، التونر والماء أو التونر ومزيل المكياج اثنيناتهم بيأدوا نفس الغرض، هو ما بيأدوش نفس الغرض. التونر هو منظف للبشرة اللي هي نظيفة أصلا، هو بينظفها وبيلطفها، هذا هو التونر. مزيل المكياج بيزيل المكياج، هما ليش جابوا مزيل مكياج؟ ما كانوا يخلوا التونر وخلاص. ما أخفيكم إنه أغلب البنات اللي كانوا موجودين في الدورة اشتروا التونر على أساس إنه مزيل المكياج وبينظف البشرة. طبعاً ما أقدرش أتكلم وأقولهم لا غلط، ما يصير طبعاً، ما يصير، حتى لو بتكلم ما حد أصلاً راح يصدقني، الكل راح يصدق الخبيرة طبعاً. هذه نوع من الدورات اللي حضرتها. في دورات ثانية اللي هي الدورات عن طريق الواتساب، هذه الدورات هم أشخاص أغلبيتهم مش متمكنين أو مش متخصصين. مثلاً عندكم أختي دخلت دورة واللي هي دورة صناعة المحتوى، هذه الدورة لما جت سمعني صوت طفلة بتقرأ من ورقة وبتقول للناس إيش هم يسووا إيش ما يسووا كيف يكتبوا المحتوى، ولما جيت أركز في كلام أخذت الموضوع اللي هي بتتكلم عليه ورحت كتبتها في جوجل، عمو جوجل ما قصر، يعني جاب لي كل المعلومات اللي هي ذكرتها، بس اللهم هي كانت بتقرأ وبتتكلم. وفوق هذا كله طالبة من الناس إنهم يدفعوا فلوس علشان يكملوا معاها باقي الدورة، فكيف أنا راح أدفع فلوس معاكي وانت جالسة بتقرأي من النت؟ ما عاد يعني فيني أقرأ من النت وخلص نفسي كلها علشان الشهادة، الشهادة اللي تتاخذ بدون خبرة ما تعتبر شهادة. في كمان نوع من الدورات واللي هو في بداية الدورة بيقولوا لكم إنها مجانية وكل شيء مجاني ولا تدفعوا ريال، وأول ما توصلوا لمنتصف الدورة بيقولوا لكم لا لازم تدفعوا مبلغ معين علشان تاخذوا الشهادة، لأنه الشهادة مش ببلاش، ويكون سعرها نفس السعر اللي هم بيسووه في حضور، في فرق يعني الأونلاين مفروض يكون سعره أقل، ولكن هذول بيسووا نفس السعر اللي بتاخذوه في الاونلاين نفسه في اللي بتاخذوه في الحضور في دورات الحضور. وفي بعضهم ما بياخذوا يعني يعني بيكون سعرهم اقل من اللي بياخذوه في الحضور. فالمقصود انه ليش في نص الدوره، ليش في نص الدوره تجوا تقولوا للناس هاتوا فلوس؟ طبعا هذول يكونوا تقريبا اشخاص متخصصين، اللي هو دورات الحاسوب محاسوب والجرافيك، وهذول يعني يكونوا اغلبهم ناس متخصصين لانه هذا المجال صعب. فهذا المجال انا بفضل حضوري، لانه جربت احضر دوره اونلاين بس ما استفدت منها كثير. لو انا حضرت في هذه الدورات ورحتها حضور كانت راح تكون اكثر استفاده. هذا شيء. وفي كمان الفئة اللي بتعمل نفسها أبو العريف، عندكم أنا الآن حاصلة على شهادة مدرب معتمد،
هذه الدورة لما أنا بسويها عن خبرة، عن 4 سنين قعدت فيها في الجامعة، وعن أشياء وتجارب خضتها، فأنا بنقلها للناس. فما يجي واحد ما يكون ابن يومين في المجال أو يسمي نفسه خبير أو يسمي نفسه مدرب. المدرب كلمة كبيرة على إن الواحد يروح يسمي نفسه فيها. تمام؟ بس والله كان هذا الفيديو عبارة عن فيديو عشان تركزوا، تدخلوا دورات، تثقفوا، تعلموا، ولكن ركزوا على المدرسين أو المدربين اللي بيدربوكم، والله يوفق الجميع يا رب. والمدربين كمان يا ريت لو يعني تكونوا متمكنين أكثر في إنكم تنقلوا المعلومة للناس وتنقلوها بصدق وأمانة، لأنه في ناس كثير بتؤمن فيكم وبتؤمن بأفكاركم وبتؤمن بالمعلومات اللي أنتوا بتعطوها للناس. فخلوا عندكم أمانة في نقل المعلومة وبس. بس والله وصلنا نهاية الفيديو، أشوفكم فيديو جديد، باي باي.